قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فمن حافظ على هذه الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً بين يدي الله عز وجل، ومن أضاعها فقد خسر خسراناً مبيناً. ولعظم هذه الفريضة الغالية العالية، فقد أكثر سبحانه ذكرها في كتابه العزيز، آمراً عباده بإقامتها بقوله في مواضع كثيرة من كتابه العزيز: وأقيموا الصلاة. وقد فرضها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، كما أنه سبحانه وتعالى يكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات منة من الله وفضلا. ومما يدل على فضيلتها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء، أي وسخه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهذا فضل ساقه الله إليك يا عبد الله، وهو غني عنك، فبادر إلى المسارعة إليه، ولا تكن من المفرطين الذين أذهبوا حياتهم بلذائذ الدنيا متناسين حق الله عز وجل. وحري بك والله عز وجل يتقرب إليك بأنواع النعم والفضائل أن تتقرب إليه بشكره على نعمائه والعمل بأوامره والابتعاد عن نواهيه.